بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم. دونك حنا كنا انتقلنا يوم الاحد صباحا مع اللاعبين و لو ستاف تكنيك. كنا دونك اون في دو ديبار ديمونش ماتان، رحنا اون ستاج لستاد ميدود هاتفي. Donc tout est bien, donc le voyage a été bien, l'organisation a été bien, l'installation, encore alhamdoulilah, qui m'a beaucoup de temps, Bachar fait des débats avec M. Sharif et son staff, M. Hanichat et tout ce qui est en dehors de moi. Donc, on a donc un peu de temps, tout ce qui est à l'amour, Inch'Allah, on va continuer à تربص هذا نزيد ندعمو ان شاء الله. و هادي هي دونك اليوم باش نروحو باك نزيدو درنا لا ديسيزيون تاع السيد بني خلف عمار، نقولو له مرحبا به ان شاء الله وراح يستلم المهام. يعني قمت بتعيين البطل الاولمبي سابقا مع لاباس عمار بني خلف، البطل الاولمبي اللي راح يكون معنا ويبشر الاعمال من يوم من تاريخ اليوم. دونك ان شاء الله نوفق ان شاء الله الاخ بني خلف، وان شاء الله اللي راح يعطي اضافه للفريق هذا، ونتمنى بني خلف بزاف يزيد يلتحقوا ان شاء الله ثم يشبه الناس كيما هذوما، يعني ناس نضاف اللي مرحبا بهم في الفريق. وهذا هو هذه سياسه الفريق الجديده، تكون الناس اللي عندها نية في العمل، الناس مخلصين، الناس أوفياء، الناس يحبوا الفريق هذا، نتمنوا لهم يتقربوا، وحنا البيبان مفتوحين الناس هذو الحراش كاع للجامع. الناس اللي عندهم الكفاءة مرحبا بهم، والناس الرياضيين مرحبا بهم. فيما يخص الفريق من معدات لباس من لاخر. احنا كنا وفرنا، يعني الشيء اللي وفرناه والشيء اللي لانه لحقنا في الاسبوع الاخير ما كانش عندنا يعني درايه واش كاين. دونك ورغم الشيء هذاك رغم صعوبات، كانت هناك صعوبات يعني في التعامل، الا ان بتوفيق من الله لحقنا وين وفرنا. كاين اشياء يعني بسيطه يعني اللي تقدر كانت تعطل، يعني البسه اللي باش يحضر لك واش تحب انت ما يقدرش يوفرها لك في الظرف قياسي. دونك الحمد لله وفرنا، وان شاء الله غدا الجمعه ان شاء الله راح نكونوا في بقوة إن شاء الله في المكتب هذا الجديد، راح نحضروا نشاركوا معهم إن شاء الله. راح يكون هناك دعم معنوي مادي، ونحفزوا المتربصين هذا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. فيما يخص المدرب بوعلام شارف وعملية الاستقدامات، يعني تأكد باللي عنده الورقة البيضاء في هذا الجانب. هذه كنت قلتها من قبل، المدرب عنده البساط نتاعو اللي واحد ما يقدر يدخل في العمل نتاعو، هو يعني له الورقه البيضاء. يعني هو عندنا ثقه فيه العمل نتاعو. واش تقول للانصار؟ كلمه الانصار. الانصار ركزوا عليهم بزاف. الانصار لازم يكونوا واعيين ويعطونا هما ثاني، هما المشاركه الاولى رقم واحد في الفريق هذا. تمشي بالانصار. انصار اذا نضمر وحدهم ان شاء الله، رانا نتواصلوا معهم، تواصلنا معهم، وكان يعني الانصار ما شاء الله شفناهم، هما اللي زادوا يشجعونا باش نكونوا على راس الفريق هذا. ماذا بينا يتهيكلوا نضمر وحدهم باش نروحوا بالفريق هذا مكان ابعد ما رانا نتصوروا. الانصار يعني الانصار الحمد لله، هناك انصار ما شاء الله الحراش. دونك نقول لهم عاونونا بالتفاهم تاعكم، عاونوا يعني كما نشوف في العالم باسره الانصار هما رقم واحد في النجاح. بخصوص مقر الفريق، مقر الفريق هو في يعني في قريب ان شاء الله نحققوا في الاسبوع. يعني ما تاكد باللي ما راحش يكون في البارك دي سبور. شوف ما نقدرش نقول لك بارك دي سبور، استبعد ذلك، ولكن راح يكون مقر يليق بالفريق، محترم يليق بالفريق، يكون مقر محترم يليق بالفريق. بارك الله فيك الرئيس، وان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله. بارك الله فيك. صح برك ندير تصوير.